سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غيكون عباره على الطريقه ديالي في تركيب الرموش كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كيفاش كنركب الرموش الصناعيه اللي تيكونوا عباره على شعره شعره ولا حبه حبه اللي تيجيو طبيعيين بزاف. الناس اللي ما كتبغيش تبين انها دايره شي حاجه في عينيها وما تحتاجيش ديري اي لاينر ولا شي حاجه ديال الماكياج باش زعما ما يبانوش، باش يبانوا زعما طبيعيين. مهم بقاو معايا باش تشوفوا المواد اللي غادي نحتاجو والطريقه ديالي في التركيب ديالهم اللي كتجي سهله سهله بزاف، خاصكم غير تتبعوا الخطوات وغادي يجيوكم ساهلين. مهم بقاو معايا. اول حاجه كنحتاجو هي الكولا ديال الشفار اللي ضروريه، وكاين عندنا ملي الماكياج كتباع زعما شي حاجه اللي موجوده ماشي ما موجوداش، هذه كدير 30 درهم. وشفار هذا ديال شعره شعره، هادو عندي انا في النمره 11، اللي كل واحد كياخذ على حسب عينيه قداش. الا كانوا عينيك صغار تاخذي قل، الا كانوا كبار تاخذي كثر على حسب. المهم تناخذ نقيطه صافي، فقط غير هذاك شويه كافيني باش اني نقدر نركب النص ديال العين وتتكرم وندير ثاني نقيطه اخرى. هنايا عندي الشفار، صافي غنوريكم الطريقه كيفاش تحيدوا الشفار من هذيك البواطه ديالهم لان الناس تكون فيهم الكولا. ضروري كنديروا لهم بحال هكا الطريقه باش كنحيدوا منهم شويه ديك الكولا وكنهزوهم الفوق باش ما يخسروش لينا ملي كنبغوا نحيدوهم بالنتاف. صافي كنحيدوهم بشويه، نحاولوا باش نهزوا الشفره كلها يعني ماشي نصها ولا هذا لان غتقطع. صافي وكنبدا. المهم هنا كما كتشوفوا العين خاصها تكون نقيه باش تجينا نتيجه مرضيه وناجحه 100%، ما يكون فيها حتى شي حاجه. هنا غنضغط الساق، المهم كتشوفوا غتحطي الراس ديال الرمش فوق الكولا فقط غير شويه، كتخلي واحد شويه واحد شويه غير ينشف شويه في الرمش وكتحطي كتحيدي النتاف ديالك، يعني راه كتلصق اوتوماتيك بلا ما تبقاي تلصقي وتحطي يدك وتهزي. صافي هذيك الساعه ملي كتلصق تي كتحكمي في الرمشه كيف ما بغيتي، كتهزيها الفوق تخليها طويله هابطه لتحت اللي عجبك. مهم انا كنت اعتذر هنا لانه ما بانتش طريقه مزيان، ولكن نحاول نعاود ندير لكم شي فيديو اخر. كيف ما كتشوفوا راه ساهل، غير كتحطي كتلصق بلا ما تحتاجي تبقاي تعاودي تهزيها وتحطيها، غير غتبقاي تروني الشفار ديالك بالكولا صافي صافي. وكنبقاو مستمرين بحال هكا، كنهزوا غير راس ديال الشفره كنحطوه في الكولا وكنحطوا اللصق وكنهزوا ايدينا. الى عواجد لينا كنعاودو ديك الساعه نقادوها بالنتاف صافي، وكنبقاو نشوفو واش هذاك الشيء مقاد ولا لا. يعني كنبقاو غاديين مع 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 الشفار ديالنا، كنحطو الشفره وسط الشفار ديالنا الاصليين باش ما يبانش واحد الفرق، ونحاولو ما نطلعوش الفوق باش ما يبقى عندنا داك الخط نقي ديال عيننا بحال لي الشفار ديالنا. ما نحتاجوش نبقاو زعما نديرو شي خط ديال ايلاينر ولا شي حاجه، ماشي ضروري ملي كتعرفي كيفاش تحطي الشفار فوق شفارك كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وصراحه ساهلين، خاص غير المره الاولى ضروري ما غادي تلقاو صعوبه، ولكن ملي غتبقاو تعاودوهم غادي يجيوكم ساهلين كيف ما كتشوف كيجيو غزالين. صافي البنات هذه هي النتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا، كيجيو غزالين كيجيو طبيعيين. المهم كنحبسوا كنفوتوا النص ديال العين شويه وكنحبسوا باش ما يجيناش هذاك الشيء معيق. وملي كنزيدو نديرو الماسكارا، هنا باقا ما درتش الماسكارا، ملي كنزيدو نديرو الماسكارا لهذوك الشفيرات اللي قدام كيجيو هما هذوك مع الشفار اللي اللور كيف ما كتشوفوا كيجيو طبيعيين، ما نحتاجو نزيدو حتى شي حاجه اخرى، شويه الماسكارا من الفوق من التحت صافي فقط، يعني لما كناش غنديرو شي مكياج اللي تقيل ولا شي حاجه وصافي. مهم البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو الطريقه ديالي في تركاب الرموش، وتهلاو فراسكم مع فيديو جايه ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو وديروا لي لايك باش يوصلكم كاع الجديد. باي باي عليكم.